تليفون ما كيسكتش. الو خوك مزيان خوك كذا، كيهضروا معايا الدراري في التيران صحابي الدراري ديال لوزال طراش يقولوا لي خوك راه مزيان، خوك راه هو النجاح ديال الرجاء. هو هذا هو الحاج سيدي عثمان، انا في كبر سفيان. لا من الصغر كان الحلم ديالنا هو المستقبل ديالنا هي الكره. كتفكر كتريح كتخيل هذيك اللحظه ملي غتكون اول كونطرا لك مع فرقه في بروفيسيونيل. تقريبا بحال ما جانيش نعاس ديك الليل، تقول زعما فهمت هذه الفرصه ديالي وداك الشيء اللي كان ما لعبش مزيان خليت كاركون. واحد المدرب هبطوا لي سبوار بحال ارتابك ديك الساعه وطلع لي الدم فهمتي. قال لي بعض خويا ما كاين والو توكلوا على الله نزيدوا الخدمه بحال بديت انزيرو فهمتيني. ديك الساعه ملي قلت زعما ملي تعطاني فرصه اخرى زعما نكون موجود لها ماشي غنصيد بحال الاول. اول حاجه تعطي واحد الثقه كيزيد بها لقدام فهمتي.